أنا مريم الحسن، مدربة مصممة محور دانس ستوديو. عنا هذا ليفل 1 من أعمار بين 5 إلى 8 سنين. لهذا العمر بنعطي أساسيات بالرقص، تهيئة للجسد، يعني بنعطيهم ستريتشنج ليونة من قوة، أساسيات الرقص بيسكس، وبالإضافة للتناسق الحركي. وبالتناسق الحركي بنعطيهم اكثر شيء تصميم. هذا التصميم ممكن يكون شوي صعب عليهم، بس هذا بيساعدهم ليعلى مستوى التناسق الحركي عندهم. هلا فينا نفرجيكم شيء عن التناسق الحركي. Amen.